تحالف عزم وتقدم، واجهة البيت السني وعنوانه، احتكما للغة الأرقام وإن بدون اتفاق، فسار أولا تقدم بمقاعده 38 بزعامة محمد الحلبوسي متصدرا المشهد كممثل وحيد للتفاوض مع الكتل الأخرى. لكن العزم ذا 14 مقعدا أضاف 18 نائبا ليصبح 32 مقعدا، وهو ما خلط أوراق المعادلة التي فرضتها مقاعد تقدم. نواب العزم فوضوا زعيمهم خميس الخنجر تفويضا مطلقا للتفاوض مع الشركاء، وأيضا للاتفاق على تسمية رئيس البرلمان. ربما يكون التفاهمات فيما بينهم مع بقاء أن يتولى مثلا الحلبوسي يتولى رئاسة البرلمان مقابل أن يكون لعزم حصة في منصب سيادي آخر، ومن المحتمل أن يكون أحد مناصب نواب رئيس الجمهورية هو الذي يكون حاضرا. العزم المتماسك بدلالة تفويض أعضائه المطلق لزعيمه يعاني من تخمة في الأسماء المرشحة لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان والطامحة أيضا، وهو ما يؤشر بحسب المراقبين إلى تصدع العزم من خلال انشقاق هؤلاء النواب في حال ذهب الخنجر إلى الاتفاق مع تقدم على التجديد للحلبوسي. أعتقد أن هذا التجدي من الممكن أن يكون مفيدا في عملية إنضاج الآلية الديمقراطية من خلال تشكيل كتلة موالاة وكتلة معارضة. حتى الآن لم يعلن رسميا عن ورقة تفاوض البيت السني لتناقش مع الشركاء، لكن عناوين مثل الشراكة الحقيقية في القرار وملف النازحين والمغيبين طرحت وتم التوافق عليها بين التحالفين بانتظار حسمها بعد أن يتم ثم أولا حسم مرشح كرسي رئاسة مجلس النواب. البيت الكردي أبلغ تقدم والعزم بأنه سيلتزم بمخرجات اتفاق الخنجر والحلبوسي حصرا، وهو ما يؤشر على بقاء التحالف صامدا حتى تسمية الرئاسات على الأقل، في وقت يؤكد فيه العزم وتقدم عدم المضي مع طرف شيعي دون آخر. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين.